هل تعلم أن احتمال أنك أو أحد أقاربك مصاب بداء السكري احتمال كبير؟ فكل 11 شخصاً فيهم واحد مصاب بهذا المرض، والنسبة في تزايد مستمر. فقد قالت منظمة الصحة العالمية إن 537 مليون إنسان مصاب بداء السكري عام 2021، ومن المتوقع أن يبلغ عددهم 800 مليون مع حلول عام 2050. وإذا علمت ذلك وعلمت أن واحداً من كل 4 مصابين لا يعلم أنه مصاب بهذا المرض، علماً أنه من الأمراض التي تتسبب في علل في الجسم تصل إلى الوفاة إن لم يتناول المصاب علاجه المناسب لحالته. لذلك أحببنا أن نقدم لك تعريفاً بهذا المرض وأنواعه وأعراضه. فما هو داء السكري وما هي أنواعه؟ يحتاج الجسم إلى سكر الجلوكوز كمصدر للطاقة ليقوم بوظائفه الحيوية، والهرمون المسؤول عن تنظيم السكر في الدم هو هرمون الأنسولين. واختلال النسبة المناسبة من الجلوكوز في الدم تصبح حالة مرضية تسمى داء السكري. ولهذا الداء 3 أنواع، إليك تفصيلها. أولاً، السكري من النوع الأول. السكري من النوع الأول هو مرض ذاتي المناعة، والأمراض ذاتية المناعة هي أمراض يهاجم فيها جهاز المناعة أحد أجزاء الجسم. في مرض السكري من النوع الأول يهاجم جهاز المناعة خلايا بيتا ويدمرها، وهي الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين في البنكرياس، فينتج عن ذلك عجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين مطلقاً أو أنه ينتج كميات قليلة جداً منه. وينتشر هذا النوع من المرض عند الأطفال والشباب، ويمكن أن يصاب به الإنسان في أي مرحلة عمرية. يكون الشخص المصاب بالنوع الأول من مرض السكري ملزماً بأخذ حاجته من هرمون الأنسولين يومياً طوال حياته. وفي حال عدم تشخيص المرض أو عدم أخذ الحاجة من الأنسولين، فقد يدخل المريض في غيبوبة من المحتمل أن تؤدي إلى الوفاة، وتعرف هذه الحالة باسم الحماض الكيتوني السكري. فما هي أسباب الإصابة بهذا النوع من المرض؟ على الرغم من كثرة الأبحاث والتجارب التي تهدف إلى معرفة أسباب الإصابة بهذا النوع من المرض، فإنه إلى الآن لم يتوصل العلماء إلى معرفة السبب الدقيق الذي يجعل جهاز المناعة يهاجم خلايا بيتا. أعراض الإصابة بالسكري من النوع الأول: قد يبدأ تدمير خلايا بيتا ويستغرق زمناً طويلاً دون أن تظهر أي أعراض حتى يصاب الشخص بهذا المرض، فتظهر أعراض الإصابة خلال فترة زمنية قصيرة. وأعراضه الأكثر شيوعاً تتمثل في نقص الوزن والشعور بالعطش الشديد وكثرة التبول والشعور بالجوع باستمرار وضعف في الرؤية والتعب الشديد بغير بذل جهد كبير. ثانياً، السكري من النوع الثاني. هذا النوع من المرض هو الأكثر انتشاراً بين الناس، فهو يشكل نسبة تقترب من 95% من عدد المصابين بمرض السكري. في هذا النوع من المرض يقوم البنكرياس بإنتاج كمية كافية من الأنسولين، ولكن الجسم لا يكون قادراً على استخدام الأنسولين أو الاستفادة منه، وتعرف هذه الحالة باسم مقاومة الأنسولين. فيبدأ الجسم بخفض إنتاج الأنسولين بسبب تراكمه في الدم من غير الاستفادة منه، وربما تصل الحالة إلى أن يتوقف الجسم عن إنتاج الأنسولين، مما يجعل الشخص في حالة مرضية تشبه حالة المصاب بالنوع الأول من داء السكري. كثيراً ما ترتبط الإصابة بهذا النوع بالتقدم في السن والسمنة الزائدة وتاريخ العائلة الوراثي مع المرض، ويعاني نحو 80% من مرضى السكري من النوع الثاني من زيادة في الوزن قبل حدوث الإصابة بالمرض. أعراض الإصابة بالسكري من النوع الثاني: تبدأ أعراض هذا النوع من المرض بالظهور بشكل تدريجي بخلاف النوع الأول من المرض، وتشمل هذه الأعراض التعب والغثيان وكثرة التبول والشعور بالعطش بشكل مستمر ونقصا في الوزن وضعفا في الرؤية، بالإضافة إلى تباطؤ في شفاء والتئام الجروح والالتهابات المتكررة. النوع الثالث وهو سكر الحمل. هذا النوع من المرض تصاب به المرأة خلال فترة الحمل فقط وينتهي مع الولادة، ومعظم النساء لا تظهر عليهن أعراض الإصابة بالمرض. لذلك يتم فحص نسبة الجلوكوز بين الأسبوع 24 و28 من الحمل. ورغم الشفاء من المرض بعد الولادة مباشرة، فإن نسبة تتراوح بين 20 و50% تصبح معرضة للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري في غضون 5 إلى 10 سنوات.